ناجح من ناحية أخرى على مستوى تكوين فريق معناها باهي ياسر، ومش يحاول باش ينقذ الموسم تاعو بالفوز بالكاس. النادي هذا الصفاقسي كما النجم الساحلي قادرين على الانتصار، واعتقد اللي باش تكون مقابله اعصاب، مقابله برود الدم، مقابله تكتيكيه، والاخطاء الفرديه ممكن هي باش تكون حاسمه في المقابله هذه، لان الضغط على الفريقين كيف بعضهم. دور نهائي في برشا تشويق، في برشا حماس، باش تكون ثم الكره موجوده، لانه الملاعبيه هذوما ولا نقولوا خلينا نقولوا الانديه هذوما ديجا دخلوا كومبيتيسيون من الكوب دافريك، دونك ما عندهمش مونك نتاع مقابلات، بالعكس باش يكونوا اون فورم. ممكن الحاجه اللي تقلق والحاجه اللي الناس كل متاسفين لها والحضور الجماهيري، حبينا نتصوروا يكون رادس معبي، يكون الفينال فينال بالحق، لكن ظروف البلاد حتمت كون يكون الماتش او يكلوا، هذا باش ياثر شويه على العطاء والمردود نتاع الملاعبيه. كلاسيكو في العاده يكون معناتها الحظوظ تكون متساوية، برغم اللي فما أسبقية معنوية الحقيقة نقولوها للنادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي اللي ربح ثلاثة ماتشات الأخرانيين نتاعو ضد النجم الرياضي الساحلي ذهابا وإيابا في البلاي أوف ما ننساوش، وربح في النجم الرياضي الساحلي في آخر مقابلة في الجولة الأولى دور المجموعات كأس الكاف، هذه أسبقية معنوية يدخلوا بها معناتها سي اس اس في المقابلة هذيا، باش تكون مهمة مش مهمة، لكن الحظوظ نتصور باش تكون متساوية. الفريقين يعرفوا بعضهم بصفة كبيرة برشا، ولات أمور شكلية معناتها مقابلات بين بعضهم. مرة هذه بتبيع ثم رهان كبير، رهان كأس تونس، ولو أنه نسيناه شوية هو تاع الموسم اللي تعدى قبل. كلاسيكو هو بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي، الأول من نوعه في التاريخ في الأدوار النهائية لكأس تونس لكرة القدم. كي نقولوا كلاسيكو بين الإطوال والسي اس اس نقولوا كرة، نقولوا فرجة، نقولوا متعة. صحيح يقولوا المقابلات نتاع الكأس تتربح ما تتلعبش، أما نتصور النهائي هذا نتاع 2013 اللي هو النهائي نتاع الموسم الماضي بين النجم الساحلي الدرجة الفقسي باش تلعب وباش نشاهدوا فيه برشا كره، لانه الاطوال حاضره توا لاعبين زوج مقابلات في كاس الكونفدراليه الافريقيه، كيف النادي هذا الفقسي معناه ان السقم تاع المقابلات موجوده عند زوج فرق ذيره. على ذلك باش نشاهدوا ان شاء الله كره، باش نشاهدوا مباراه مفتوحه ولو انه النتيجه فيها صعيب التكهن. إن كان من المسؤولين أو اللاعبين أو حتى الناس المحايدة بالنسبة للصحفيين كلها تأكد على صعبة لا تكان. سي عبد الباقي، أبرز العناوين تنجم تكون بالنسبة للغدو ولا أبرز عنوان؟ والله معناها إذا كان نحط المقابلة الكل في إطارها نقولوا عرس العادة بلاش عوادة، ما هو عرس سنوي هو يتعاون في فينال والعوادة غايبة غدوة ما ثم جمهور. إن شاء الله العرس هذا على الأقل يضوي لنا شمعة غدوة الحي للناس اللي وصلتنا في الوضع هذا. لاباس مادام تونس برجالها وقفت لها راهو لاباس. يا عم المشكل ما عادش عارفين انا هم رجاله وانا هم اللي مش رجاله، احنا تو ما عادش نفسروا حتى شيء ما واضح. ان شاء الله لاباس، على الاقل خلينا في المستوى هذا، مستوى كره القدم ان شاء الله زوج جمعيات باش يقدموا مستوى كبير باش ياكدوا كانوا راهو تونس مازالت عايشه وتونس باش تعيش ان شاء الله. تو بعد نرجعوا للنداء ان كان النجمه ولا السي اس اس، باش على الاقل غدوه مهما كانت النتيجه ومهما كانت الاخطاء نتاع الحكام ومهما كان اللي يصير في المباراه تعدى مباراه ممتازه وفي كنف الروح الرياضيه. بالنسبه للقبيله قلت باش نرجع على التحكيم خاطر قريب نختمو باش من لا بو التحكيم مش نحكيو على التحكيم النهائي فقط، موضوع التحكيم هو كنا مش نحكيو فيه في تاريخ تو. بالنسبه للغدوه سليم بولاخوا سان انترناسيونال عدى سيزون بلوز وموا مش خايبه في ثلاثه مواسم الاخرى زفر اكثر من 20 مباراه، معنى الاختيار ما فيش ما يثير الاستغراب باعتبار انه حكم دولي باعتبار انه زفر برشا ماتشات في الناسيونال عم ناول براتيكمون اجمالا بخلاف الخطا اللي صار له في باجا يضر لي وتعاقب عليه كانت الامور نتاعو لاباس. نقول له فرصتك يا سليم باش تاكد انك حكم يجم يكون معناه في المستقبل من اكبر الحكام واحد، واذا كرتت الفرصه ما تلوم كان روحك. هذا ايش نحب نقول، وثم حاجه خارج اطار النهائي كان ثم شويه وقت نجم خارج اطار النهائي خليهم مازالت الحساسه الرياضيه ان شاء الله نحن نبداو في شويه تخص زميلنا عبد العزيز السلامي صحافي رياضي في حاله حرجه جدا في المساحه، وهناك حركة للتضامن معه قايمين بها الزملاء والرياضيين، وفرصة معنا للي حب يقف مع الزميل هذايا معنويا وماديا بارك الله فيه.
ان شاء الله ان شاء الله الشفاء العاج وان شاء الله ربي يشفيه. واكيد هذايا من واجبنا واكيد هذايا من ما فيش حتى كلام، ان شاء الله الناس كل تكون يد واحده. الاكيد العنصر الابرز اللي باش يكون متغيب غدوه هو الجمهور. الجمهور كان حاضر في ميكرو قناه حنا بعد نسمعوا جماهير النجم وجماهير النادي الفاقسي شنو تحكي وشنو تاكد على مباراه غدوه. سون كومونتير والله علاش حطونا الفينال من غير جمهور؟ نحب نفهم اني هذا جوست ميساج نحب نوصلوا عليه. ظروف البلاد ما تساعدش. علاه ظروف البلاد ما تساعدش؟ ما نصورش انا كل شيء موجود يا اخي. نتفرج على الاقل، على الاقل يعطونا 1000 ولا 2000 متفرج، على الاقل العرس هو كره وفينال نورمالمون نحضروا ويعملوا الامبيونس في الستاد وكذا. الامن والامان موجود. الامن والامان موجود. ميساج سي طارق، طارق وزير الشباب والرياضه ووزاره الداخليه. يا خويا كل جمهور يعمل يتعاقب، علاش تعاقبونا جمعيات كل؟ أنا جمهورنا يعطي مثال في سوسة وديما احنا معاقبين. فينال معناتها ما بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الساقسي تقريبا أول مرة معناتها في تاريخ معناتها جمعيات الزوز دور نهائي بلا جمهور. أنا مش نعرف كيفاش الأخرة معناتها ربما يعطيوناش معناتها كما قالوا المرة الأولى 2000 محب و2000 محب. احنا نتنفسوا ليتوال ونقوموا ليتوال نرقدوا ليتوال. أنا واحد من الناس عندي أكثر من 35 سنة ما نفلتش ساعة أونترمون، مش ساعة ما نفلتهاش أونترمون. وإن شاء الله إن شاء الله خويا عندنا الوليدات عندنا اللي في كتيف قاعدين نخدموا على قاعدين نخدموا في الخفاء. اي بلغه اخرى ترجمات قاعدين يخدموا في خفاء وربي يجي في الصواب. عندنا تو وليدات متوسمين فيهم الخير ولاد جمعيه ان شاء الله يفرحونا واحنا معاهم حتى ونكاو ما فماش دي ريزلتا باش يجي نهار باش نلقاو لي ريزلتا ان شاء الله تفرح سوسه ونهزوا كوب. وعندنا وليدات صغار وجمعيه قاعده تتحسن وان شاء الله من حسن الى احسن. حاب نوصل ميساج الجواريات اللي توال اللي راي السي اس اس العمر اللي ربحتنا 3 مرات ورا بعضها يلزمهم ويفيقوا ويعرفوا اش معناه اللي توال ان شاء الله يفرحونا. وكاو طرح جرين هذا لا فيه لا اونترينمون لا فيه شيء في حكان ركي يلزم تجيو 3 بوان 3 بوان يجيو وماتش يلزم يفرح صباح ليا الكل. معناتها في مقابلة من هذا عرس كرة القدم التونسية يحرم الجمهور على الأقل 3000 ولا 4000 من كل شيرة. البنة نتاع الكوب ماهيش مش تعدى من غير جمهور وتحيا السي اس اس والجمعية ديما طايرة. ماذا بينا كنا الجمهور ما يتحرمش، الجمهور ديما مع جمعيته ديما واقف كلك سوا في الستاد واللي برا من الستاد ديما مع جمعيته ديما نحبوا الجمعية ونموتوا عليها وديما وراها وان شاء الله مربوحة. ما عندوش طعم كيما بالجمهور. انا ان شاء الله تكون مباراة تكون مردود طيب باش ينسيك في الصيح معناتها باش يلعبوا ما غير جمهور ان شاء الله تكون بارتي حلو وكهو. دي بريفيرونس كان يكون معنا بالجمهور الله غالب ان شاء الله تحية تونس وان شاء الله سي اس اس ديما في العلالي وربي يوفقها. 50-50 ليتوال 50 واحدة سي اس اس ان شاء الله مربوحة ونفسنا ليتوال في الخير علينا احنا ونجي نربحوها ان شاء الله باش نربحوها. كوب نجيبوها باذن الله نجيبوها. عدات كما نقولوا اقوى سيزون فهمت كيفاه؟ معناتها من احسن سيزون عملتها سي اس اس من الجوارات من الستاف من كل شيء معناتها فهمت. واحسن جمعيه بحول الله وان شاء الله مربوحه. رابحين بحول الله مربوحه. جمعيه قاعدين نخدموا ارواحنا وليدات صغار وان شاء الله كل مره حاجة باهية هذه ديما نشوفوا فيها كرول كيفاش يخدم في خدمة سمحة. رمضان تخلى علينا والجوار تعبين شوية إن شاء الله نقولوا لها مربوحة نهار الأحد وإن شاء الله البارتي هذه توحد صفوف التوانسة الكل مناسبة رمضان ومناسبة العيد. اللي فماش من خير من هكا نوفيو بيه يقول ان شاء الله غدوه الناس كل تتوحد ان كان النجم او السي اس اس ان شاء الله بالتوفيق للزوز فرق وان شاء الله اكيد باش نصفقوا للفائز والاكيد باش يكون منهزم هو بيدو تتويج ملعب مباراه الدور النهائي في كاس تونس. زياد اكيد اكيد لازم تقعد الرياضه هي رياضه فهمت ما لازمش تخرج من
عن الحد الزايد، لازم الناس الكل تكون في المستوى، معناها كما قلت لك الناس الكل تكون في المستوى، سواء النجم الرياضي الساحلي ومسؤوليه، سواء النادي الرياضي الصفاقسي ومسؤوليه، لازمنا نكونوا في المستوى ونحترموا معناها الناس اللي تتفرج فينا، كيف كيف لي زاربيتر زاد اللي باش يزفروا زاد يكونوا في المستوى ويحترموا رواحهم ويحترموا المشاهد ويحترموا كره القدم التونسيه. وما فماش علاش نحن معروفين معنا ليتوال والسي اس اس ديما يلعبوا مع بعضهم ما عمرهم ما تصير مشاكل، معنا فما احترام كبير متبادل. وكهو الكره باش تلعب في التيران واللي باش تكون خيره واللي باش يربحها ربي معه، المفيد الناس كل تكون بروفيسيونيل في مخاخهم ويحترموا نفسهم. ما تتكهنش زياده؟ لا فماش جوار بروفيسيونيل تقول تكهن يعطيك تكهن قبل المقابل. باهي نصر والله بون ظلي اليوم معناتها موش حتى الرياضيين الناس كل اللي اجمعت واللي ملاحظين الكل انهم اكدوا ان مباراه 50-50 زود فرق كبار سيرتينمون اللي باش يربح باش نقولوا له مبروك واللي باش ينهزم مش نهايه العالم. اليوم في مرحله جديده في بدايه موسم جانا كاس معناتها متاخر شويه لكن وصي لقينا رواحنا في دور نهائي. لكن ديما يقعد كاس تونس. بيان سور سيت اون اوكازيون باش وصي نمثلوا الكره التونسيه احسن تمثيل معناتها زوز فرق كبار. اليوم احنا بخلاف انه النتيجه انه عندنا عهده كبيره انه اليوم كما قلنا معناتها في الظروف اللي تعدى منها الكل وانا سمعت برشا ديكلاراسيون الناس تحكي على توحيد تونس معناتها شفت معناتها الرياضه ربطينا بتوحيد تونس معناتها تونس مربوطه زاد وصي بالرياضه اللي لازم نستفهم ان الرياضه عندها اهميه كبيره معناتها وعندها بعد معناتها بالنسبه للناس الكل وان شاء الله معناتها العرس الرياضي يتعدى على احسن ما يرام ان شاء الله. سعد الباقي تحيه من الاعماق رجال الامن ورجال الجيش الوطني الصحفيين اللي فوق بعضنا اختفت هذه نحب نقول لهم راهو توجعنا كي تلعب ماتش ما غير جمهور ولكن كي يجي القرار منكم نعرفوا انه من اجل مصلحه تونس ومن اجل امن تونس وعلى العين والراس القرار نتاعكم نتفاعلوا معاه وان شاء الله تونس توصل للدرجه اللي تخليكم انتم كامل تجيو تحتفلوا مع الجماهير بالمباريات في المستقبل ان شاء الله. اكيد برافو للناس الكل، برافو للزوز فرق، برافو للنجم هذا الساحلي، برافو للسي اس اس، برافو ليك سي عبد الباقي زياد مشكور على تلبيه الدعوه، ايضا سي ناصر يعطيك الصحه، برافو للناس غدوه ان شاء الله اللي ثقتنا كبيره برشا ان شاء الله باش تكون غدوه عرس كره قدم من الجامعه التونسيه للتنظيم للامن للناس الكل ان شاء الله، الناس الكل تتكاثف، الناس الكل يد واحده باش نعديو مباراه ممتازه جدا، وكما قلنا باش نقولوا برافو للفايز وهارد لك للفريق المنهزم خلال هذه المباراه، وما لها الا كره قدم و90 دقيقه او 120 دقيقه وضربه جزاء وتوفى المباراة. وانا نبقى لك باش نقول لكم تحيه رياضه على قناه حلبات، تصبح على خير، تصبح على خير الناس الكل. ميرسي زيدو.